بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل مع طلاب أكاديمية الميقات الإسلامية، طلاب الصف التاسع ألف في مادة الحاسوب. وصلنا عند صفحة 31. شباب إذا سمحتم تفتحوا كتابكم صفحة 31 اللي هو درس القوائم الرقمية والنقطية. القوائم الرقمية والنقطية، وتحدثنا في الدروس السابقة عن لغة HTML وعن الوسوم الرئيسية ووسوم الفرعية ووسوم التنصيص ووسوم وبعض النسق. تمام، اليوم راح نتكلم عن القوائم الرقمية والنقطية. من أجل عرض المعلومات على نحو منظم ومتتابع، فإنك بحاجة إلى استخدام القوائم مثل عرض أسماء الطلاب في المجموعة أو عرض مكونات تجربة علمية ما. وفي لغة الـ HTML هنالك نوعان من القوائم: قوائم رقمية والتي تعرض القائمة على نحو متسلسل، يعني 1 2 3 4 5 قائمة، والقوائم النقطية والتي تعرض القائمة على نحو غير متسلسل على شكل نقاط. وفي هذا الدرس سنتعرف كيفية إضافة قوائم رقمية والنقطية والخصائص المستخدمة في تغيير شكل التنقيط أو الأرقام والحروف المتسلسلة. أولا سوف نتعرف على وسوم القوائم الرقمية والنقطية. وسوم القوائم الرقمية والنقطية، أول شيء بس للمعلومة، كيف يتم على أي برنامج يتم تطبيق لغة الـ HTML شباب؟ أستاذ، على اي برنامج يتم تطبيق لغه الاتش تي ام ال؟ عايش بنكتب احنا على النوت باد. جود على النوت باد، ويتم تشغيل النوت باد من خلال الضغط على السيرش وكتابه نوت باد. هاي نوت باد بنضغط عليها فيتم تشغيل النوت باد. هاي اشتغلت عندنا النوت باد. تمام، وسوم القوائم النقطيه والرقمية. لتحديد نوع التعداد الذي سيظهر لنا مع القائمة، فإننا نستخدم وسم القائمة النقطية UL. UL اللي ان اوردر ليست. إذا وسم القائمة النقطية UL ووسم القائمة الرقمية OL. UL نقطية، تمام، رقمية OL. تمام شباب، اذا يو ال وسم القوائم النقطيه، نقطيه يو ال، او ال رقميه. يو ال نقطيه عباره عن نقاط، او ال رقميه. تمام تمام مع وسم اضافه عنصر للقائمه اللي هو ال اي. مع وسم اضافه عنصر للقائمه اللي هو ال اي. ال اي وسم اضافه عنصر، وسم اضافه عنصر للقائمه ال اي، حيث وسم التعداد النقطي زي ما حكينا هنا يقال تعداد نقطي، يقال. تمام، ويستخدم لبدء قائمة نقطية. لاحظ طريقة كتابة هذا الوسم في الشكل 3 إلى 25 في السطر 10. اتفرج على الشكل 10، السطر 10 صفحة 32 شباب. يقال شايفينها على الكتاب صفحة 32. عبد الله، شباب، حسني، معاذ، مصعب، صفحة 32 يو ال اللي هو اسم القوائم النقطية. تمام، اما الرقمية اللي هي او ال، سطر 19 استاذ، او ال اللي هو سطر 19. نعم، رقمي او ال، الرقمي او ال، يو ال نقطي. تمام، واسم عنصر في القائمة اللي هو ال اي زي ما احنا شايفين في السطر 11. ال اي، ال اي شايفينها الاي اللي في صفحة 11، شايفينها شباب في سطر 11، عفوا صفحة 32، برضو بسطر 20. ايش هو؟ هي برضو الاي بسطر 20، في سطر 20 الاي. نعم، اللي هو اسم عنصر في القائمة. تمام، شايفينها. طيب خلينا نطبق البرنامج الموجود عندنا. اول اشي ها بدي امسح. اول شيء بدنا نفتح وسم اتش تي ام ال، مظبوط، بعدين هيد، بعدين اللي هو التايتل، صح، العنوان اللي هو انتاج الفطر، زي ما هو مكتوب. اوكي،
بس نسكر التايتل. اوكي بس بدي احول لغه تايتل. بس ركزوا اذا في اخطاء ولا لا، بعد ما خلصنا التايتل بنسكر الهيد. مزبوط مزبوط يا استاذ. بعدين افتح البادي، بعدين افتح البادي. بادي دايركشن، نعم بادي دي اي ار استاذ. بس نعم. سؤال، تفضل. هسه الهيد لما بدك تكتب التايتل بزبط كمان انك تضيف لون معين؟ نعم في الهيد نعم عادي استاذ بقول لك احمد عاد اقبله. هاي دخبل، هاي دخبل، اقبلته هيني عادي بتضيف. خليني اكمل. بادي دايركشن ايكوال، سوري نحط السهم ايكوال اللي هو ار تي ال اللي هو رايت ليفت، صح؟ بس في علامتين فوق. ايوه وبعدين سكرنا هن. بعد البادي دايركشن اللي هو بده اتش 1، حجم الخط يكون اتش 1. شو النص؟ طريقة زراعة، طريقة زراعة، طريقة زراعة الفتر. بعدين سكر الاتش 1، صح؟ طب استاذ مش صح هو افضل نحدد حجم الخط بالبكسل عادي زي الدرس اللي قبلي؟ عاد زي ما بدك، لك الخيار. استاذ ايش بتسوي ال اتش اي هاي؟ اتش 1 اتش او 1 ال اتش 1؟ حجم الخط، حجم الخط يا اخي. ماشي ماشي. وبعدين هسه اتش 2 بدنا نسوي نفس البرنامج. اتش 2 شو بتسوي؟ حجم خط اصغر. مالك؟ صح. اتش 1 2 3 4 5 6 جود. المكونات بعدين بنسكر ال H2، صح؟ صح. بعدين فتح H3، وفتح H3 اللي هو H3 راح يكون اللي هو النص اللي تحته. لأنه هانا شو ما عشان كاتب ال UL. ال UL ايش هاي؟ هاي UL ايش هسه؟ UL تعداد نقطي، نقطي استاذ، تعداد نقطي. تمام، وسكرها. اللي هو اللي تحته يكون تعداد نقطي، يعني اللي تحت يكون تعداد نقطي وبحجم اتش 3. اوكي، وبحجم اتش 3. طيب كيفيه اضافه نص الى القائمه للتعداد النقطي اللي هي من خلال الاي؟ تمام، عفوا سوري. شو النص مكتوب؟ كميه من القش. كمية من القش. بعدين سكر ال H ال I. بعدين كمان تعداد سكر الأبواغ، بعديها أبواغ، بس كله ببلش بال I بوسم إضافة عنصر. صح. ال I صح. أبواغ، أبواغ، أبواغ. سوري. سكر ال ال اي. تمام، بعدين سكر اليو ال، صح؟ لا، في ضايل الاستاذ، في ضايل الاكياس البلاستيكيه. عادي بدناش اياها، مش شرط، مش شرط. بعدين سكر. ليش بسكر يا استاذ؟ ايش سكر اليو ال قبل ال اتش 3؟ قصدك اليو ال تعداد النقط. ليش خلاص تعداد نقطي. طب لازم نسكر ال H3 اول. لا لا لا، بتسكر الداخل ومن ثم الخارج. حسني شو الداخل يعني؟ يعني اي خلصت بالاول بتسكره بالاخر. الاقرب ثم الابعد. الوسم الاقرب ثم الابعد بتسكر. اول شيء بتحطه اخر شيء بتسكره. ايوه، اول شيء بتحطه اخر شيء بتسكره. جود علي، صح. بعدين هسه بعد ما سكرنا اليو ال،
الهيد ما سكرناها آخر إشي. ايش هو؟ الهيد ما سكرناها آخر إشي. ليش هي ليش؟ سكرناها؟ هيو اسم الهيد، بعدين حطينا التايتل، سكرنا التايتل بعدين سكرنا الهيد، لانه راس الصفحه خلص خلصنا منه. هاي الاتش تي ام ال بزبط سكره هسه؟ لا، اخر شيء اللي ببلش فيه اول شيء بسكره اخر شيء. تمام؟ تمام. طيب بعد ما سكرنا اليو ال بده يسكر حجم الخط اللي هي اتش 3 صح؟ صح. سكرها استاذ، حط علامة. استاذ سكرها. نعم، ممتازين. بعدين بودي اتش 2. اتش 2 طريقة الاعداد. هسه بده يسوي طريقة الاعداد اتش 2. ها هاي اتش 2 هسه بده اياه تحت اتش 3 كمان استاذ. طريقة الإعداد بسكر اتش 2. اتش 2 بعدين اتش 3 اتش 3 سوري اتش 3 بعدين او ال هو تعداد ايش؟ تعداد رقمي. تمام، تعداد رقمي اللي فوق بده يطلع نقطي، نقطي اللي تحت رقمي. هسه بده يضيف واسم العنصر الاي صح؟ الاي تعقيم القش. تعليم القش. تعقيم. تعقيم القش. تعليم القش. تعليم. تعقيم. تعقيم استاذ. طيب القاف استاذ. تعقيم القش. هلا انا قاعد بكتب بعدين هاي هذا بده يسكر الاي صح؟ الاي هاي تعداد نقطي بعدين الاي نشوف عشان يصير واحد اثنين ثلاث. ها كمان الاي بعدين الاي الصف الصف الثامن الصف الثامن الصف التاسع نكتب الصف التاسع عشانها طويلة. بالضبط، احنا بدنا النتائج. بعدين الاي سكر الاي سكر الاي بعدين الثالثة بدنا اياها والرابعة بدنا اياها. اوكي، لان نفس المبدا راح يعطينا نقطة واحد نقطة اثنين نقطة ثلاث نقطة اربعة. بعدين هسه شو بدنا نسكر؟ بدنا نسكر الاقرب يا حسني. بدنا نسكر الاقرب. ايش نسكر؟ بادي الاو ال. الاو ال هاي صح؟ الاو ال استاذ سؤال بس تفضل. الاو ال ايش كم مره؟ لانه ما انتبهتش ايش هو الاو ال. نعم الاو ال تعداد رقمي. تعداد رقمي يعني النقطه تكون موجوده نقطه واحد نقطه اثنين نقطه ثلاث نقطه اربعه على صفحه الويب سايت اللي انا قاعد ببرمج فيها. اما اليو ال تعداد نقطي. هسه بتشوف النتائج على الشاشه لما نطبق. تمام ماشي. استاذ تفضل. شو رايك استاذ نضيف جنب كلمه الصف التاسع نخليها لونها احمر خلفيه لون التاسع. احمر. طيب قول لي خلفيه كيف بده يكون بعد ال اي اللي مسكر استاذ؟ انا بعرف صح. طيب احكي لي شو التنسيق بده يكون؟ بيكون استاذ شو اسمه لون الخلفيه. اوكي بي ستايل. ايش هو بي ستايل؟ بي ستايل قصدك راح يكون هنا صح؟ نفتح وسم بي ستايل ستايل ايكوال. نعم كوتيشن مارك. نعم باك جراوند. باك جراوند خط. نعم بعدين كلر. كلر نقطتين يعني. اوكي بعدين ريد. ريد
نسكر الدبل كوتيشن صح؟ بعدين نسكر الوسم هيك صح؟ يعني راح يطلع عن الصف التاسع، الصف التاسع راح يطلع خلفية النص باللون الأحمر صح؟ صح. طيب هسه بنشوف النتائج. هاي الأو... ه... أنت بتقدر تضيف الوسوم اللي بدك إياها تمام؟ هاي سكرنا الأو ال هاي هو الفعل خاصية الرقمي، بدنا نسكر كمان إيش؟ ال H3 اتش 3 اللي اتش 3 فتحناها. بدنا نسكر البادي. بعدين بدنا نسكر البادي. استاذ 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 ليش تفضل. فتحت اتش 3 والله؟ اتش 3 في البدايه التعداد، ليش فتحتها بالاصل؟ التعداد الرقمي هذا الاو ال تمام، بدنا اياه اتش 3 هون، هي فتحنا اتش 3 هون حجمه اتش 3. اوكي ماشي. هي البادي سكرناه. اوكي بعدين اخر شيء بنسكر ايش يا حسني؟ HTML. HTML. طيب فايل سيف از، بدنا اياها على الديسكتوب صح؟ هاي على الديسكتوب دوت اتش تي ام ال، تكست دوت اتش تي ام ال، هاي سيف. خلينا نحط مثلا زمان مفع. هاي 9.html تنفع دوت html، حفظناها باسم ابراهيم دوت html. وين هي؟ هيها شايفينها؟ نشغلها نشوف. شباب ارجع الشاشة عندي، شايفينها؟ ما تلونت الصف التاسع يا استاذ. بالضبط ما تلونت الصف التاسع، اذا في خطا. بس هي طريقة زراعة الفطر، نمشي نقطة نقطة بس. طريقة زراعة الفطر المكونات، هانا شباب كمية من القشوة ابو، شايف كيف نقاط؟ هذا التعداد النقطي، هذا هو التعداد النقطي اليو ال، التعداد النقطي اليو ال. اما الاو ال التعداد الرقمي، التعداد او ال الرقمي 1 2 تمام. خلينا نشوف تمام نسكرها. تمام استاذ. بدي اسكرها، بدي اشوف تبعت علي هاي اللي حكينا عنها اللي هو خلفية النص. يمكن استاذ المفروض تحطها بعد ال اي تحت الصف التاسع، يعني ال اي هذا هاي الخاصية بعدين الصف التاسع. هان هيك؟ لا 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 بعد ال ال اي تحتيها عادية. لا جوا جوا يا استاذ. انا هيك قصدي. نجرب، يلا نجرب. ها كنترول في، هيك قصدك؟ ايوه هيك. فايل بنطبق ونشوف النتائج تبعتنا، في اخطاء ولا فيش في اخطاء. دوت ابراهيم 2 دوت اتش تي ام ال. هاي سيف، هذه بدنا ننزلها. هاي ابراهيم 2 شايفها حسني؟ علي شايفها؟ اتطبقت ولا لا؟ هسه اتطبقت. في سؤال لحد هون؟ بس الرقم 2 مش من ضمنهم يا استاذ، بس الكلام. نعم، بس احنا بنسوي خلفيه نص للكلام فقط مش للتعداد تمام؟ ها بدي اغلقها. في سؤال لحد هون؟ لا يا استاذ. شباب في سؤال اذا سمحتم لحد هون؟ تمام. ما في سؤال. طيب خلينا نكمل خصائص القوائم النقطية والرقمية. شباب ركزوا معي. خصائص القوائم النقطية والرقمية. عبد الله معنا؟ خصائص القوائم النقطية والرقمية، تستخدم الخصائص الآتية لتحديد طريقة ظهور أشكال القائمة النقطية والأرقام والحروف في القوائم الرقمية. خاصية تحديد نوع التعداد النقطي، كمان التعداد النقطي في أنواع للنقاط، طب في أنواع للأرقام؟ نعم، وهي خاصية فرعية من خاصية النمط
ستايل يوضح القيم المستخدمة في القائمة النقطية. يعني شوف كيف list style type نقطتين disk اللي هي على شكل دائرة سوداء مملوءة، النقط تكون دائرة سوداء مملوءة. هو ستاندر اوريدي اعطى ايش؟ انه دائرة سوداء مملوءة او سيركل دائرة سوداء مفرغة او على شكل مربع او عدم ظهور اي اشكال من هذه الاشكال الاخرى، تمام؟ اللي هي بتنكتب يو ال. نجرب نعدل، نجرب نعدلها. هاي هو اسم اليو ال تعداد النقطي، تمام؟ بدنا نكتب تحته، نفتح وسم يو ال ستايل، يو ال ستايل ايكوال دبل كوتيشن ليست ستايل ليست ستايل تايب، صح؟ استاذ ابراهيم، تفضل. انا مايكي السماعه اللي عندي خربان، فهسه انا ما بقدرش احكي معك غير لما اجيب صوت التليفون واطي، عشان هيك. طيب مش مشكله، خلاص عبد الله ركز معي، ركز معي. الستايل تايب نقطتين سكوير اللي هو مربع على شكل مربع مش على شكل نقاط، سكوير. شباب شباب تاسع معي. أستاذ حسني، شباب أستاذ السنان، كيف بيطلع شكلها بالضبط؟ مش فاهم. طيب أنا بقول لك عدم حسن علي، تفرج معي على الشاشة اللي بفتح لك إياها، تمام؟ سوري، تفرج معي على الشاشة اللي بدي أفتحها. يعني هنا هاي إبراهيم اثنين، تمام؟ شايفها؟ هاي تفرج على تعداد النقط كيف؟ تعداد النقطي اللي هو دائرة، هايها، هاي تعداد نقط، شايفها؟ دائرة مملوءة، دائرة مملوءة باللون الأسود، تمام؟ أنا بدي إياها، بديش إياها تطلع لي دائرة، بدي إياها تطلع لي مربعة مملوءة باللون الأسود، تمام؟ بدي إياها مربعة مملوءة باللون الأسود. شوف أنا إيش سويت؟ عفواً، لا أنا ما قصدي على سكوير أستاذ، أنا قصدي على نان الأخيرة. طب دقيقة بس، خلينا نطبق هذه. أوكي أستاذ، نان بدك إياها؟ طبها بلاش، نمسح نان، نمسح سكوير. ده سكوير أنا فاهمها هي. طيب جود، بدي أمسح لك النان، تمام؟ أكتب لك نان، عفوا. أوكي أوكي أستاذ، طبق يلا. فايل سيف، فايل سيف اس ديسكتوب. ابراهيم هاي 3.html. ركزوا معي، هاي سيفتها، هاي ابراهيم 3 نفتحها. هسه راح تفتح معنا الشاشه الرئيسيه، نشوف النن شو بعطينا النتائج. ولا اشي بيطلع. طيب ما هي نن يعني بدون نقاط، شايف كيف؟ شايفها؟ شايفين؟ لو كتبنا سيركل تطلع دائرة بدون، لو كتبنا سكوير مربع مليان جوه، فهمنا؟ لو كتبنا ديسك حيطلع لنا دائرة زي الأول مملوءة، يعني بالضبط. السيركل دائرة سوداء مفرغة، تمام يا تاسع؟ تمام يا استاذ. في سؤال لحد هون؟ يعني اليوم تعلمنا عندك وسم الـ OL والـ UL والـ LI. الـ OL اللي هو التعداد ايش؟ الـ OL التعداد الرقمي، الـ UL التعداد النقطي، LI إضافة وسم للقائمة، وسم عنصر في القائمة. وتعلمنا أيضا كمان ايش؟ اللي هو خاصية تحديد نوع التعداد الرقمي أو النقطي، عفوا النقطي، اللي هو list style type، واللي هو حتى الدائرة بدنا نتحكم فيها شو بدنا إياها، دائرة سوداء مفرغة أو دائرة سوداء مملوءة أو مربع أو بدون ولا شيء، تمام؟
طيب هل التعداد الرقمي كمان نفس الشيء؟ نعم، ممكن اني اختار انا مثلا بدل ارقام بالانجليزي بدي اياها احرف بالانجليزي A B C D، او بدي احرف بالعربيه او بالاحرف اللاتينيه. تمام، اذا خاصيه تحديد نوع التعداد الرقمي، وهي خاصية تحدد نوع التعداد الرقمي أرقاما أو حروف، والجدول يوضح القيم المستخدم في التعداد الرقمي. هو أوريدي عادة بعطينا تعداد نقطي اللي هي دائرة سوداء مملوءة، وفي الأرقام في التعداد الرقمي بعطينا الأرقام الإنجليزية اللي هي 1 2 3 إلى آخره. تمام، طب إحنا لو بدنا مثلا أحرف متسلسلة، تمام، هذه دوريكم الاو ال، وين الاو ال؟ هاي الاو ال صح؟ تحتيها بفتح وسم او ال تايب، او ال تايب ايكوال ايكوال كوتيشن مارك كوتيشن مارك اي بي اي مثلا اي صح؟ ايه هي اي كابيتال اي كابيتال او سمول سمول. خلينا كابيتال، شو رايكم؟ عفوا خلينا كابيتال، وسكر دبل كوتيشن وسكر الوسم. تمام، نطبق فايل سيف از. تمام، ديسكتوب ابراهيم 4.html. تمام شباب، تمام استاذ، نشغل. هاي ابراهيم 4، شايفين كيف ظهرت لنا اي بي التعداد الرقمي؟ شباب شايفين الكل معي؟ اذا التعداد وسم التعداد النقطي اليو ال والاو ال الرقمي، وال اي اضافه وسم عنصر في القائمه، وايضا اخذنا اليو ال ليست، اليو اي اليو ال ستايل ليست ستايل تايب اللي هو شكل التعداد النقطي، وشكل التعداد الرقمي اللي هو او ال او ال تايب ايكوال اللي بدك اياه، مثلا اي بي سي او 1 2 3 او الاحرف اللاتينيه. تمام، تمام شباب تاسع. تمام استاذ، في سؤال لحد هون؟ لا استاذ. في سؤال شباب الجميع؟ في سؤال اذا سمحتم شباب تاسع، في سؤال اذا سمحتم؟ لا لا استاذ. لا استاذ مفهوم. تمام حبيب ورد، تيم، راشد، عباده، مصعب، حسني، عبد الله، اللي عندك سؤال تسالني. مفهوم استاذ، مفهوم مفهوم أقول الجميع، وانا بحاول اني اطبق. مفهوم استاذ، مفهوم. في طالب مع الشات، خلينا نشوف مين هو. اوكي عباده، مفهوم، تمام ممتاز. طيب شباب انا بحاول اني اطبق على البرنامج قدامكم، افضل النتائج تكون واضحه. انا كل حصه بعاود بكتب اتش تي ام ال من اول وجديد، والوسوم الرئيسيه ووسوم فرعيه ووسوم مثلا تنصيص خصائص. تمام، وهي كل يوم نتعرف على وسوم ثانيه. يعني بينك وبين نفسك لو تكتب على ورقه، وعلى ورقه مثلا شو الوسوم الرئيسيه، شو الوسوم الفرعيه، شو وسوم التنسيق، كل حصه وتعلقن على الخزانه وتراجعهن كل يوم مثلا، او قبل الحصه تراجعهن. تمام شباب، الحصة القادمة إن شاء الله بنفوت في موضوع إدراج الصور، ويعطيكم العافية. يعطيكم العافية شباب، الله يعافيك أستاذ.